كابتن فاطمة كتاري نجمة منتخب تونس، احنا مبسوطين جدا ان انتوا موجودين معانا. واليوم السابع كان حريص ان انتوا اللي هو يعرف انتوا اجواءكم ايه في الـ في الـ في الكواليس قبل مباراة النهائي. عايزاكي تحكي لي عن البطولة، وعايزاكي تحكي لي عن انطباعك عن مصر وزيارتك للأهرامات. والله تنظيم البطولة كان تنظيم المباراة الأولى ما كانتش حاجة بها ياسر. من بعد كل ما نزيدوا ندخلوا أكثر في البطولة كل ما زاد التنظيم يتحسن. الفندق يعني فندق كويس احنا فيه، كل الحاجات معناها باهية، مش واحد ينجح ويقعد يركز في البطولة نتاعو. بون في لاكار دو فينال عندنا دو ماتش très important pour nous, c'est Lady Shams et Kini. احنا فرحانين اللي لعبنا مع المنتخبات هذوما، على خاطر الماتش خلينا حاضرين اكثر من النهائي ان شاء الله. بدينا بشويه بشويه، بدينا مع فرق سهلين، وبعد بدينا بشويه كل مره نزيدوا نواجهوا منتخبات يعني قويه. دوكا تشوف الجو كل مع بعضها حاضرين للنهائي، وقدرة ربي احنا جينا من اول نهار مصر أول حاجة نرجع البطولة تونس، وبعد الفسحة وبعد الكل يجيب. بس احنا أول حاجة عايزينها غدوة إن شاء الله اللي البطولة الإفريقية تبقى تنزل. ربنا يوفقك. وعايزاك تحكي لي بقى عن زيارتك للأهرامات. زيارتي للأهرامات هي أنا خمس مرات في مصر، كانت ثالث زيارة ليا الأهرامات. بس كل ما نمشي كيما قالوا البنات، كل ما نمشي الأهرامات كل ما نزيد معناها نتمتع بالمشهد. معناها عندي أنا أون ميرفاي، الأهرامات حاجة خشنة ياسر. وباغ كونتخ معناها كل ما نجي لمصر نجي باقي في بطولة، في معناها باقي نبدا مركزة أكثر على المقابلات والبلد. بس بالحق برا نحب نجي لمصر للفسحة وكذا، عايزة أروح الإسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، لكل الأماكن دي. كابتن مريم بريك قائد فريق قرطاج التونسي، بنرحب بيكي طبعا. عايزاكي تكلمينا عن البطولة، وايه الايجابيات اللي واجهت فريق قرطاج، وايه السلبيات اللي واجهته، وبتستعدوا ازاي لمباراة النهائي بكرة مع فريق الاهلي؟ باهي، احنا حتى توا ما لقيناش سلبيات الحقيقة، اللي احنا ربحنا الماتشات نتاعنا الكل. الحمد لله الفريق قاعد يتحسن من ماتش لماتش. وفقنا ربي وترجحنا دومي فينال، معناها تعطينا دومي فينال، تعطينا للنهائي، ومحضرين معنا ما نخسروا. كل شيء الربح اكثر من الخساره، معناها اللي باش نربحوا اكثر من اللي باش نخسروا. تستعدوا ازاي بقى مستعدين من اول ما جينا. واحنا مستعدين للحظة هذيا. كم؟ ان شاء الله ربي يوفقنا. كابتن مريم، عايزينك تكلمينا عن زيارة الأهرامات، وايه الأماكن اللي أنتوا زرتوها في مصر لغاية دلوقتي؟ احنا رحنا في الليل مرة الخان خليلي، عجبتنا برشا، بما نعرفها من قبل. ورحنا زادة للأهرام، ما قعدناش برشا الحمد لله، خاطر كانت شمس قوية ياسر، كان عنا ماتش من غدوة. كانت حلوة برشا، معناها احنا نعرفوها ديجا، وكل ما نجي ديما سي توجور اغريب، معناها ديما حاجة باهية اللي احنا نعاود نشوفوا الأهرام. ايه الأماكن اللي انتوا كنتوا عايزين تروحوها وما رحتوهاش؟ اسكندرية. طب انتوا طلبتوا من اللجنة المنظمة او كده ولا؟ ما طلبناش، احنا نعرفوا اللي حاجة هذيا مش ممكنة ياسر، على خاطر احنا جايين أكثر للبطولة. ان شاء الله نرجع للسياحة. كابتن خلود، عايزينك تكلمينا عن البطولة، وشايف البطولة ازاي، وايه اكتر الماتشات اللي واجهتوا فيها صعوبة، وبتستعدوا ازاي لماتش الاهلي بكرة؟ البطولة كانت باهية، المستويات للفرق الاخرى اللي جاوا كلهم باهيين. النسق كان تصاعدي من الماتشات الاولانيين حتى وصلنا للفينال، ما لقيناش صعوبات بيسك لي ماتش الاولانيين كانوا ساهلين، لو نيفو تلعب شويه بشويه. دونك احنا توا حاضرين الفينال، حاضرين باش نواجهوا نادي الاهلي، وحاضرين باش ندافعوا على اللقب، سورتو
بينا نروح به تونس واللقب يقع تونس ان شاء الله. طيب احكي لنا بقى عن لما زرتوا الاهرامات وايه الاماكن اللي انتوا كان نفسكم تروحوها برده وما تروحوها. انا مش هذه مش اول مره نجي لمصر، هذه دول لي 6 ولا 7 مره نجي لمصر، دونك الاهرامات زرتهم برشا مرات ونعرفهم، مي بون كل مره نزورهم كل مره نزيد نعمل جو نعمل تصاور جدد ونفرح كل مره. بون الاماكن اللي حابين نزورهم ما نعرفش اما ان شاء الله مره جايه يهزوني البلايص اخرين ما نعرفهمش. كابتن مريم كانت بتقول نفسها تروح اسكندريه، انتوا انت مش عايزه تروحي حته مكان تاني غير اسكندريه؟ كان مريم تروح اسكندريه انا نروح معاها. في اماكن كتيره في مصر زي شرم والغردقه يعني. انا عايزه اروح شرم. خلاص هنستناكم بقى ان شاء الله. اوكي.